ليس هذا معرضا للمواد الغذائية، بل حصيلة ما ضبطه الحرس البلدي في رجدلين من المواد المخالفة للشروط الصحية في المحال والصيدليات. نبو احنا اول حاجة نوجه الكلمة الى المواطن انه هو ينتبه الى هذه المواد، وقبل ما يقتني اي ماده سواء كانت مواد غذائيه سواء كانت ادويه، قبل اقتناء هذه الماده ان يتاكد من تاريخ الصلاحيه. هذا اهم شيء بالنسبه لنا. احنا ننصحهم كل الساده المواطنين عدم اقتناء اي ماده قبل ان يشوف الصلاحيه. التوعية بضرورة التفطن لتواريخ المواد الغذائية والتبليغ المباشر عنها لحماية المواطنين من هذه المواد هي إحدى أهم ما يحاول هذا المعرض تثبيته. تخيل أن هذه المواد الموجودة الآن من الأدوية تناولها المواطن، قديش تكون نسبة الخطر يعني على المواطن. وشفنا بعض المواد الغذائية طبعا اللي ضبطت كمية كبيرة، ومشكورين إخوتنا في الحرس البلدي، وإن شاء الله أن نوصل المعلومة لرئيس الجهاز اللي هو العميد سمين بوجة لأجل يقدم الإمكانيات لهذه المنطقة. دعوة لدعم هذا الجهاز في منطقة رجدلين لإعانته على استكمال جهوده في محاربة هذه السموم التي يدخل قليل منها إلى السوق خطأ وكثير منها عمدا وتجاهلا لصحة الناس.